العباقرة أصحاب كأس أفضل لاعب الموسم الأول، ومباراة جميلة جدا والمنافسة قوية جدا. وأفكركم النتيجة: محمد حسن لسه مفيش نقط، ألاء علي 35، كرولوس بسالي 25، عاصم عز الدين 10، عمرو النويهي 30، محمد مسعود 55، أحمد الجرحي لسه مفيش نقط، وأحمد حسين ناقص 5. ودلوقتي مع آخر فقرة، واللي هتحدد مين هو أفضل لاعب في الموسم الأول لعباقرة الأصحاب، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، أربع أسئلة، وأول سؤال كرولوس. تفضل يا كرولوس. هنشوف كرولوس، والسؤال الأول موضوعه إيه؟ والله ما مصدق، والله انت عارف يا كرولوس، في رسائل كده بتيجي من عند ربنا. تروح فين؟ ربنا عايزك تبتدي تركز في الرياضه شويه، يعني دي رساله واضحه وصريحه. يعني مش معقوله يا كرولوس، كل مره كده حاجه غريبه جدا، سبحان الله. هتروح فين الشمس؟ يعني ظلمت الاء معاك كمان، حدش عارف. هنشوف سؤال في الرياضه ب20 نقطه رياضه، والسؤال هو: ما هي الدولة الآسيوية التي استضافت بطولة العالم؟ الصين. الصين إجابة خاطئة. ما هي الدولة الآسيوية التي استضافت بطولة العالم للرجبي عام 2019؟ محمد حسن. اليابان. محمد حسن بيحس انها عيبه في حقه لما سؤال رياضه ويطلع بره ايده. الموضوع ملوش علاقه بالبرنامج، ليه علاقه بالرياضه. كنت بتابع المباراه مباراه لحد المباراه النهائيه. فعلا جنوب افريقيا كسبت في النهائي. بالظبط. يبقى يستحق الحقيقه ياخد ال 20 نقطه. محمد حسن اجابه صحيحه. اليابان هي الاجابه الصحيحه، وبكده محمد حسن معاك 20 نقطه. عاصم عز الدين، اتفضل يا عاصم. هنشوف عاصم عز الدين، والسؤال الثاني موضوعه ايه؟ معلومات عامة. تمام، سؤال في المعلومات العامة، معلومات عامة، والسؤال هو: من هي الأديبة التي تم وضع صورتها على الجنيه الورقي بإنجلترا؟ ما لحقتش أقول السؤال. إجابتك فيرجينيا وولف. فيرجينيا وولف إجابة خاطئة. من هي الأديبة التي تم وضع صورتها على الجنيه الورقي بإنجلترا فئة 10 جنيهات عام 2018؟ الفرصة الثانية. ألاء. جي كي رولينج. جي كي رولينج إجابة خاطئة. طيب خلي بالكم، الفرصة الثالثة بزائد 20 أو ناقص 10. ألاء ومحمد حسن خرجتوا برا السؤال ده. فرصة التالتة، عاصم خدت الريسك. عاصم 20 نقطة. إجابتك جورج أليوت. جورج أليوت يا عاصم إجابة خاطئة. إيه يا كرولوس؟ أجاثا كريستي. أجاثا كريستي غلط. جين أوستن. صح. جين أوستن. صح. الحمد لله. الإجابة الصحيحة جين أوستن. تمام عاصم، رجعت نقطة الصفر. تمام، ودلوقتي السؤال الثالث، أحمد الجرحي. تفضل يا أحمد. هنشوف أحمد الجرحي، والسؤال الثالث موضوعه إيه؟ يلا يا أحمد، لفة كاملة. فنون فنون فنون. تمام، سؤال في الفنون دي، منطقة آلاء ما احنا خلاص عارفين في مناطق كده. طيب سؤال ب20 نقطة فنون، والسؤال هو:
من هو المخرج المصري الراحل صاحب فيلم الحريف؟ عاصم. محمد خان. محمد خان إجابة صحيحة. عاصم معاك 20 نقطة. خلينا نشوف الموقف كده قبل السؤال الأخير. عاصم 20 كورولوس، 25 آلاء، 35 محمد حسن، 20 عمرو النويهي، 30 محمد مسعود، 55 أحمد الجرحي، مفيش نقط، أحمد حسين ناقص 5. طيب أنا في رأيي إن البطولة بقت ما بين 2 تاني برضه آلاء 2 تاني برضه ومحمد مسعود. والسؤال الأخير أحمد حسين، اتفضل يا أحمد، آخر سؤال واللي هيحدد مين اللي هيكسب كأس العباقرة الموسم الأول للأصحاب. يلا يا أحمد، لفة كاملة. قدرات ذهنية، قدرات ذهنية. محمد مسعود ماليش فيها. مالكش فيها. آلاء، فرصتك في التعادل. طبعا لو تعادلتي هنلعب ضربات جزاء، ده لو تعادلتي. محمد مسعود، لو آلاء جاوبت غلط انت كسبت الكاس، حتى لو انت ما جاوبتش. ان شاء الله. لو اي حد جاوب صح انت كسبت الكاس برضو. الحمد لله. ان شاء الله. قبل ما اسال السؤال الاخير، عايز اشكر كل ضيوفنا اللي معانا في الاستوديو، عائله الدكتور فوزي بسالي الحاصله على لقب العائله المثاليه، بشكركم جدا على حضوركم لماتش النهارده. وطبعا معانا طلابنا اللي احنا حفظناهم وبنحبهم جدا، من اول علي الموسم الاول لعباقرة المدارس. علي بقى تاريخ معانا دلوقتي، يعني كان ده بنتكلم من 5 سنين. علي لبيب أصغر لاعب لعب في العباقرة في الموسم الأول، كان عنده ساعتها 14 سنة. مهدي، محمد مهدي الحاصل على لقب الموسم الأول لعباقرة الجامعات. الدكتور محمد عزيز، دكتور محمد عزيز من المنصورة، الطالب المثالي الموسم الأول للجامعات. أحمد محمد الموسوعة المتحركة، صديق العزيز أحمد محمد جامعة الأزهر. محمد رفعت الوحيد اللي قدر يحصل على اللقب مرتين، الموسم الأول والموسم الثاني للجامعات، أفضل لاعب. وطبعا محمد يسري أفضل لاعب في الموسم السابع لعباقرة المدارس. إسلام النويهي طبعاً بطل الموسم الثاني لعباقرة الجامعات. ومحمد بسيوني أفضل لاعب والطالب المثالي في موسم واحد الموسم الخامس. وأحمد الشيوي اللي حصل على كاس الموسم الأول لعباقرة العائلات. وإيمان أبطلنا من جامعة طنطا الموسم الثاني لعباقرة الجامعات. الحقيقة احنا معانا أصحاب كتير جدا في الاستوديو من الأصحاب اللي شاركوا في البرنامج في الموسم ده. برحب بيكم وبشكركم جدا على ان انتوا جيتوا عشان تساندوا أصحابكم ونورتونا في الاستوديو. وأهم حد وآخر حد، بنت العباقرة وأصغر واحدة واللي اتولدت معانا في الاستوديو، كايلا من عائلة بسالي. كانت حكايتها جميلة جدا يا كارولين كايلا دي، يعني بنصور وفي عملية وكايلا جاية وكايلا رايحة والأسماء من تيل كايلا، وكان فيلم جميل جدا. نرجع بقى الماتش النهاردة، آخر سؤال وكان الله في عونكم. جاهزين؟ إن شاء الله. قدرات ذهنية،
والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 1230 ناقص 555 في 24 على 2 يساوي كام؟ ثانيتين. ثانية. مبروك محمد. ألاء ما لحقتيش. أنا كنت خلاص بجيبها يعني، كنت طارت just like this برضو، عرفت was this close. This close. Hard luck. Hard luck يا ألاء. Good luck. مبروك لي طبعا يعني. أنا والله فعلا أنا فعلا مش زعلان فعلا والله، ربنا يكتب الخير لكل الناس. هو حق بيها مني. ما هي دي الروح الرياضية. هاي هي دي الروح الرياضية. مبروك يا عم. في الحالة دي مش هنقدر نروح للفرصة الثانية أو الفرصة الثالثة. ألف مبروك محمد مسعود، حصلت على لقب أفضل لاعب لعباقرة الأصحاب الموسم الأول عن جدارة واستحقاق. نحيي كلنا. والمفاجأة دلوقتي: كأس الأديب الراحل عبد التواب يوسف للصاحب المثالي هتروح لعاصم عز الدين. عاصم عز الدين من ساعة ما ابتديت معانا واحنا عارفين حكايتك، عارفين انت شاركت ازاي، عارفين روحك الرياضية، عارفين اخلاقك، عارفين الظروف الصعبة اللي انت مريت بيها وسط البطولة، ومقدرين جداً التعب اللي انت عملته عشان تكمل معانا. احنا بنشكرك، وانت فعلا تستحق لقب الصاحب المثالي. بنشكرك عاصم عز الدين. عاصم عز الدين، تحب تقول حاجة؟ الحمد لله. الحمد لله ربنا يعني. كان نفسي يكون ماما موجودة بس الحمد لله. الله يرحمها. الله يرحمها. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة في حلقة النهاردة 180 نقطة، وكل نقطة ب 4000 جنيه بما يساوي 720 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 13,910,000 جنيه من البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. بشكركم وإلى اللقاء والحلقة القادمة والأخيرة للموسم الأول لعباقرة الأصحاب. شكراً وإلى اللقاء مع العباقرة.